أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين، ووصلنا لفقرة وقفة صغيرة. ورشة تدريبية بجامعة مردين بعنوان الاختيار والقرار في سوريا، أجرى القائمون على هي الورشة عدة تمارين للطلاب. شو هو الهدف من هيك ورشات، وما مدى تقبل الشباب لهذا النوع من هي الورشات؟ بنروح كلنا مع بعض لنشوف المادة التالية ونرجع نكمل حوارنا. هلأ رح نعطي فرصة لكل مرشح يقدم لنا برنامجه الانتخابي، فيتفضل المرشح حنبل محمود. انتخب مرشحنا المستقبل إبراهيم. سوريا هي سوريتنا جميعا، الوطن يسع للجميع، دعونا نرتقي لأن القاع قد ازدحم. لن تنكسر همتي يوما رغم كل الظروف التي كانت تحيط بنا. وللحديث أكثر عن هالموضوع بيسعدني استضيف الدكتور عبد الناصر الجاسم، دكتور في كلية الاقتصاد في جامعة حلب سابقا وفي جامعة ماردين حاليا. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الناصر. أهلا وسهلا. دكتور، بالبداية لو تخبرنا عن هاي الورشة خلينا نقول يلي نظمتها حضرتك وشو أهدافها؟ بداية شكرا لكم على تسليط الضوء على هذا النمط من النشاطات الحقيقة اللي بتستهدف الشباب، والشباب الجامعيين هم الأمل حقيقة في إعادة بناء سوريا الجديدة إن شاء الله. ما يحدث في ماردين أو في جامعة ماردين تجربة تستحق الذكر وتستحق تسليط الضوء عليها. اليوم هناك وصلنا إلى السنة الرابعة من هذا البرنامج المفتتح في جامعة ماردين الحكومية، والذي يدرس 4 أقسام باللغة العربية، وبغالبية الطلبة هم طلبة سوريون. هناك بعض الطلبة العرب لكن الغالبية العظمى للطلبة السوريين. نعم. هذا البرنامج في هذه الجامعة، في الجامعة الحكومية، حوالي تقريبا الآن حوالي 900 إلى 950 طالب سيخرج الدفعة الأولى. والأهمية تأتي أيضا من تركيزه على العلوم الإنسانية والاجتماعية، فكإدارة الأعمال والعلوم السياسية والتاريخ وعلم الاجتماع. الحقيقة هذا التدريب أو هذا النشاط هو سلسلة من أنشطة ومهام نحاول قدر الإمكان كأكاديميين أن يعني نرمم ونصقل مهارات طلابنا وقدراتهم، بالإضافة إلى المساق التعليمي والأكاديمي. فكان هذا التمرين هو في سياق مقرر الإدارة العامة. الإدارة العامة يعني بين قوسين هي الإدارة الحكومية لطلاب العلوم السياسية السنة الثالثة، وطلاب إدارة الأعمال هو مشروع كان مشترك. حاولت أنا حقيقة من خلال تنظيم هذا التدريب
أن أسلط الضوء على نقطة ضعف كانت دائما ترافقنا في التعامل مع العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، نأخذها دائما بشكل مجرد ولا نحاول ربطها في الواقع وفي المجتمع. فحاولنا أن نكسر هذا الجمود ويعني نعطي كثير من التدريبات والتمرينات في هذا الإطار لكي يتعود الطالب في مستقبله بعد التخرج أو لكي يتمرن على دخول سوق العمل والممارسة الفعلية والمهنية للعلوم النظرية اللي تناولها. في هذا الإطار كمقدمة كانت الورشة التدريبية. كانت الورشة يعني. طيب دكتور، شو هي أهم المحاور يلي تمت مناقشتها ضمن هاي الورشة؟ نعم، حقيقة هي الورشة هو عبارة عن تمرين تدريبي كان بعنوان الرئيس ونائبه. حاولت أنا من خلال يعني تركيز المحاور أن نحصل على ثلاث فقرات من التدريب في آن واحد. يعني أولا هو تدريب للعمل الجماعي، يعني أن نجتمع نحن في مدرج وننتخب لجنة تنظيمية ويتشارك طلاب في العلوم السياسية وطلاب في إدارة الأعمال، فهم أصبحوا جماعة عمل لمدة شهر. هناك تدريبات، هناك توجيهات، هناك إشراف كان من خلالي عن بعد، لكن أثرت أن أترك لهم الفرصة كشباب لكي ينظموا نفسهم. هذا تدريب رقم واحد كان على العمل الجماعي. الأمر الثاني كان التدريب والتمرين على الاختيار، على الانتخاب الحر. يعني هو إذا سمحتي لي أن أسلط الضوء على يعني جوهر التمرين. جوهر التمرين هو أن يتم اختيار رئيس ونائب الرئيس، رئيس تكنوقراط، رئيس حكومة ونائبه لقيادة مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. هو يعني تمرين تدريبي كان. فحقيقة تحمس الطلاب، تحمس الشباب. كان هناك لدينا 5 مرشحين لرئاسة الحكومة وكان مرشحين للنيابة. الآلية كانت أن يقدموا برنامج انتخابي قصير خلال 7 دقائق أمام الحضور، يركز فيه على أولويات إعادة الإعمار من وجهة نظره هو كمرشح كطالب. وتنافسوا يعني بنزاهة وبحرية، وفاز أحد الطلبة بمنصب الرئيس، وفازت أعتقد أو فاز طالب آخر أو طالبة في نائب. منصب النائب. ثم بدأ التمرين، بدأت يعني تفاصيل التمرين. أريد أن أقول أن تجربة الانتخاب الحر كانت نوعا ما غريبة يعني على عقلية وذهنية الطلبة. نعم، حاولنا أن نراقب بشدة وبحضور زملائنا الأكاديميين وإدارة الكلية كيف كانت تسير الأمور وكيف كانوا يعيشون تجربة جديدة، ولكن هناك شغف حقيقة، كان هناك إقبال حقيقي وتفاعل على الصندوق وكيف يختار زميله كرئيس وكنائب. حتى الذين كانوا يعني تنافسوا صعدوا إلى المنصة وقدموا التهاني للبعض. أنا أعتقد هذا يعني تمرين، يعني هاي الفقرة رقم 2 والمهمة جدا في التمرين. طيب دكتور، قديش كان مدى تفاعل السوريين بهيك نوع من الورشة؟ الحقيقة في البداية ما كان في تفاعل كثير. الناس كانت ما عارفة، أو الطلاب أو يمكن ما عارفة أهمية هيك قصص. أهمية التمرين، أحسنتي تماما، هيك اللي صار. التفاعل الكبير اللي صار هو في اليومين الأخيرين وأثناء التمرين. أثناء التمرين لما اكتشفوا جدية الأمر وأنه هذا التمرين يعني يصيب مستقبل سوريا في الصميم، هذا التمرين يعول أو يركز على دور الشباب، كان تفاعل منقطع النظير في يعني في أثناء تنفيذ التمرين حياته. دكتور عبد الناصر، برأيك نحن كسوريين قديش هيك مناقشات مفيدة لنا كشباب سوريين بالمستقبل؟ نعم، يعني كان أنت جيتي على يعني جوهر الموضوع. نحن إذا بدنا نعد الضرر اللي صار بسوريا على كل القطاعات، حقيقة للأسف ما بيخلص العد. لكن أكثر شيء ضرر هو المجتمع، وخلينا نقول رأس المال الاجتماعي والبنية المجتمعية طبعا. اللي صار فيها كثير تصدع ويعني وانقطاع وانعدام ثقة مجتمعية وإلى ما هنالك. هذا النمط من الأنشطة، هذا النمط من التمارين يعيد بناء الصلات بين المكونات السورية، ولا سيما في جامعة ماردين لها خصوصية بأنه فيها يعني من كل سوريا بتلاقي ناس
موجودين في جامعة ماردين. فهذا الأمر كتير مهم أنه نحن مستقبلا يعني المعول هو على هؤلاء الشباب الذين أتيحت لهم فرصة. صحيح أنهم هربوا من الحرب لكن أتيحت لهم فرصة بيئة تعليم وتدريب جيدة نوعا ما. سنبني نحاول أن نبني هذا الرصيد يتم استثماره في بناء مستقبل سوريا القريب إن شاء الله. طيب بالنسبة لتفاعل إدارة الجامعة التركية قديش كان تفاعله مع هيك ورشات عم تقام بالجامعة، يعني وخاصة أنه يعني البرنامج العربي بمردين أو بأي جامعة بتركيا يعني هو ضمن جامعة تركية حكومية. صحيح. أنا بدي نوه أنه هو البرنامج العربي الوحيد في تركيا في الجامعات الحكومية، لا يوجد برنامج منظم مفتتح إلا في جامعة ماردين يدرس باللغة العربية. هناك في جامعات أخرى برامج موازية يسموها دوام مسائي برنامج جزئي، لكن برنامج بهذا الحجم بهذه الأقسام لا يوجد إلا هلا هو في بجامعة ماردين وجامعة غازانتاب القسم العربي موازي، هو موازي يعني هو دوام مسائي غير تماما. هلا الإدارة للأمانة يعني تعاملت بإيجابية، خلينا نقول بحيادية مع الأمر لأنه شأن يعني يخص يعني الطلبة العرب والسوريين، لكن من الناحية الأكاديمية كانوا متفاعلين وحضروا وشجعوا على هذا النمط من يعني هناك حرم جامعي حقيقي، هناك حرية أكاديمية لا تدخل فيها متغيرات أخرى على الإطلاق. هلا بما أنه حضرتك كنت المحاضر ضمن هي الورشة، برأيك هل كانت هي الورشة ناجحة؟ حقيقة أنا يعني بمقاييسي كانت ناجحة جدا كونها التجربة الأولى. هلا في ممكن كان في ممكن تكون أفضل من هيك بالتنسيق بتعميم التجربة بالأقسام الأخرى. يعني أنا كانت فيما بعد قلت لو أشركنا علم الاجتماع مثلا ما خليناها علوم سياسية وإدارة، لو أشركنا التاريخ ممكن تكون، لكن كتجربة أولى كتفاعل الشباب يعني تخيلي أنسة ألاء الطلاب المرشحين طبعوا صور وبروشورات ومارسوا يعني نشاط دعاية انتخابية، تمرين الرئيس ونائبه تم بأكمل وجه تماما. طيب هل أنه هاي الورشة حيتم تعميمها على جامعات تركية تانية؟ هلا نحن يعني حقيقة عم نشتغل في الفضاء اللي نحن فيه العربي بتركيز بجامعة ماردين. أكيد إلنا زملاء آخرين وناس يعني حريصين وشايلين يعني هم مستقبل سوريا ومبدعين، وأكيد رح نشوف في تجارب أخرى وإن شاء الله تكون أنجح من تجربتنا. يعني دكتور عبد الناصر خلص الوقت معنا، بدي أشكرك على حضورك معنا بالاستوديو ويعطيك ألف عافية على هاي الورشة اللي أقمتوها. الله يسلمك يا رب، وشكرا لكم اللي عم تتابعوا هاي الأنشطة اللي بتهم شباب سوريا. شكرا لك. أعزائنا المشاهدين وصلنا لختام فقرتنا، رح نكمل فقرات شباب لك لكن بعد الفاصل.